دكتور عماد بغينا نتكلموا على الفوائد ديال العكر الفاسي وشنو هو هذا العكر الفاسي ربما كيفاش بان وحتى كيفاش نقدروا نعرفوا لان كنعرفوا ان العكر الفاسي حتى هو فيه المغشوش فيه الاصيلي الحر اكيد فباش نعرفوا العكر الفاسي شكون اللي شكون اللي كيعطينا العكر الفاسي الحر كيعرفوا الحر هو الناس اللي كتكون كدير الصاغه ديال الذهب لان بزاف الناس ما كيعرفوش العكر الفاسي الاصلي فين كيكون العكر الفاسي الاصلي كيكون في المناجم ديال الذهب هي واحد الحجره اللي كتكون قريبه للمناجم ديال الذهب والسر ديالو ان ملي كتاخذ داك العكر الفاسي كتلقاه مرشوش بواحد شويه ديال الذهب كتلقى فيه واحد لابغيونس واحد غاديه الصفوريه اللي هي ديال الذهب ديك القشره ديال الذهب والقشور ديال الذهب اللي كنعرفوا حنا المغربيات راه قرون وقرون وهما كانوا كيستعملوه للجمال يلاه مؤخرا ولا العلم الحديث كيستعمل الذهب في التجميل ماسكات ديال الذهب او ماسكات ذهب للترميم والتبييض اللي باثمان باهظه فحنا كنا كنستعملوها في المغرب ديالنا اللي هي هاد الحجره هذه اللي هي واحد الحجره بركانيه اللي كتكون في المناجم ديال الذهب وزائد عليها شي حمراء كتكون حمراء اكيد حمراء ومرشوشه بشويه كتكون ملي كتشوفها حمراء ولكن فيها هذيك لابغيونس فيها داك اللمعان ديال الذهب كتبقى كتبان لك بحال غادر الصفوريه واحد شويه نعم الناس اللي كيعرفوا العكر الفاسي الحر فكيعرفوا هذه المساله هذه من جهه من جهه اخرى شنو ولا بان بحكم انها كتكون واحد الصخره اللي هي نادره واحد الصخره اللي خصها واحد يعني واحد المجهود باش نجيبوها كيكون غالي فشنو داروا ابتكروا كنعرفوا ان الانسان المغربيه تبارك الله دائما عندهم داك الابداع ديالهم فحاولوا انهم يصايبوا واحد النوع ديال العكر الفاسي غير هو داك العكر الفاسي شنو كيديروا فيه كيديروا فيه باللعمان الكوكليكو وكيديروا فيه القشور ديال الرمان هادو جوج ديال المواد اللي كتعطينا واحد الصبغه كتعطينا واحد اللون احمر وهو اللي كانوا كيستعملوه للتبييض اكيد ان المواد اللي فيهم كتصلح البشره ولكن كيبقى العكر الفاسي هو رقم واحد في 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 مشاكل البشره في التبييض واخا دابا العكر الفاسي دابا ولينا هو في لا تيكستور ديالو يعني في الملمس ديالو كاين اللي كتلقاه بودغ يعني رطب وكاين دابا ولا كيتباع في جاجات صغيورين اللي بحال الحبيبات شويه قاصحين حبيبات قاصحين فاكيد هنا فاش قلت لك انا ان العكر الفاسي اللي هو اصلي قلنا كيكون فيه شويه ديال الذهب واللمعان كيكون بحال شكل معدن فلما عرفوا بعض الناس ان هاد الناس ولات كتفهم بان راه خصو يكون معدن وخصو يكون واحد شويه قاصح ولاو كيخليوه قاصح غير هو باش نقول لك واحد غيمكن يعرف العكر الفاسي الحر من اللي ماشي حر فهنا كيكون الانسان والضمير ديالو وكما قلت لك انا الناس ديال الصاغه الناس ديال الذهب كيعرفوه اكثر انا ملي كدير لهم كيعرفوا واش العكر الفاسي ولا ما كاش الفاسي لان عندهم بعض المواد اللي كيديروها باش كيعرفوا الذهب فهنا كيعرفوا هاد الماده هذه ودائما كنقولوا حنا الانسان دائما من يمشي ياخذ من واحد المصادر موثوقه او من الاماكن موثوقه لان الا مشينا لفاس غادي يكونوا معروفين المحلات اللي كيبيعوا هاد العكر الفاسي الحر مشينا لمكناس مشينا لمراكش مشينا في يعني في جميع انحاء المغرب فكاينين بلايص اللي كيقتنيوا منهم الانسان الناس هاد المواد الطبيعيه فدائما نقلبوا على واحد اللي كيكون ثقه باش كنتفاداو هذا المشكل اننا نطيحوا في امور علاش انا كنقول هذه المساله لان دخلوا مواد كيميائيه ودخلات مواد اللي كيكون فيها هاد المواد الكيميائيه اللي كدار للبشره وكيمكن تعطينا واحد الحساسيه مفرطه كيمكن تحرق لينا البشره كيمكن تعطينا بقع فهادشي علاش كنقول دائما الانسان يحاول يتجنب انه يلعب بالبشره ديالو واخا في حاله ما ربي سهل وخدينا داك العكر الفاسي الحر دكتور عماد تخليط هاد العكر الفاسي معايا اش نخلطوه كاين اللي كيعمل له الماورد كاين اللي كيعمل له الحامض يعني امور كثيره اللي كيعمل له الخيار الماء ديالو عرفت الحامض احنا كناديو به هذه سنين معك دكتور عماد نعوضه بالبومبلوموس ولكن كنقولوا هذا هو الواقع زعما الناس باش كاين اللي كيعمل ياغور طبيعي فشنو الافيد اننا باش نخلطوا هذاك العكر الفاسي العكر الفاسي هو عنده واحد الطاقة العكر الفاسي إذا خديناه من المناجم البركانية كتكون عندنا واحد الطاقة اللي كيعطيها لينا اللي كتعطينا واحد التوازن ديال 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 الطاقة في البشرة ديالنا نعم فأحسن حاجة شنو كنزيدو نستافدو منه إذا نزيدو فيه الطين كنديرو واحد القريصة صغيرة الطين الأخضر الطين الأبيض كان أحسن إذا عندنا المهم أي نوع ديال الطين كناخدو معلقة كبيرة ديال الطين وقريصه صغيره ديال العكر الفاسي شويه يعني الراس ديال المعلقه اييه كنخلطوه معاه وكنديروا معاه شويه ديال المدافي حتى كتولي واحد الخليط اللي جاري واحد شويه كنديروا ماسك على البشره ديالنا كنخليوه واحد ثلث ساعه وكنغسلوه
مرة واحدة في الأسبوع كافية وكنستافدوا أكثر وكنستافدوا من المزايا ديال العكر الفاسي. معلقة كبيرة ديال الطين سواء نعم. الأبيض أو الأخضر. الأبيض أو الأخضر أو الأحمر أو الأزرق أو الأسود ما تبارك الله دابا ولات واحد التشكيلة كبيرة ديال الطين. توا فيه موضوع آخر فينا هو الحرم فينا هو المشيحة مع رأس المعلقة ديال العكر الفاسي ونخلطوه. نخلطوه مع قلنا مع شويه ديال المدافي يعني انت كنحصلوا مره في الاسبوع نديروا مره في الاسبوع نديروا واحد الماسك ديال ثلث ساعه ونغسلوه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.